استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصخير صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين. وخلال اللقاء جرى استعراض عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بالشأن المحلي، في مقدمتها تعزيز المنجزات التي تحققت للوطن وفق المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية التي تشهدها البلاد بما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء والازدهار. أعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسعي سموه الدؤوم لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الحكومية وتنمية مختلف القطاعات للاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية. كما أثنى جلالته حفظه الله ورعاه على الجهود المثمرة التي بذلتها الوزارات والمؤسسات المعنية ومجلس الأوقاف الجعفرية والقائمون على المآتم لإنجاح موسم عاشوراء، مؤكدا رعاه الله أن ذلك يعكس النسيج المجتمعي المتماسك والترابط الوثيق والمحبة بين أهل البحرين جميعا الذين تميزوا باحترامهم للتعددية التي عززت من قوة ومكانة المملكة عبر تاريخها العريق. أشاد جلالته بما تحققه المملكة من استمرار للنجاحات الرياضية والشبابية والعديد من الإنجازات خلال الأيام القليلة الماضية بتحقيق بطولتي غرب آسيا لكرة الطاولة التي أقيمت منافساتها بالمملكة الأردنية الهاشمية وإحرازها مراكز متقدمة في دورة ألعاب التضامن الإسلامية السادسة مقامة حاليا بالجمهورية التركية، وذلك بفضل العطاء المثمر والمتواصل لأبناء وبنات البحرين في كل المحافل والتي تعكس تفوقهم وسعيهم المخلص لإعلاء شأن الوطن ورفع رايته وتعزيز ريادته ومكانته.